معانا ام نور، تتفضل. السلام عليكم يا سيدي، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ نعم يا رب وفقنا تكون الحمد بخير. لله. الحمد لله. طيب، هو كان في واحده بتسال حضرتك على ان هي عندها اجهاضات متكرره، وان هي عايزه تعالج بالرقيه الشرعيه او حاجه شبه كده. ممكن اشارك تجربتي؟ انا مش عارف، هو حد سألني كده؟ ماشي، حتى لو سألني انا جاوبت عليه. فكرين كده، جاوبت عليه بإيه؟ حضرتك قلت لهم ان الطب هو اللي بيعالج، مش الشيوخ مش المشايخ. انت حضرتك عايزة تقولي لا، دي كده افتكرت ان هي كان عندها اجهاضات كتيرة، فقالت لي انا دلوقتي اروح للمشايخ لان انا معتقدة ان في عندي جن ولا حاجة هي اللي بتسبب، او عندها طيب، سحر ولا حاجة. انا نفس تجربتها بالظبط، وربنا دلوقتي هو مديني نور بس بنتي. انا قلت لها حاجات كمان، استني بس، ايه؟ انا قلت لها حاجات كمان، قلت لها ان هي تتوكل على الله، ان الطب هو اللي بيعالج، وفي نفس الوقت هو ايه الاجهاض دوت التخصص، هو تخصص الاطباء مش تخصص المشايخ، ولكنها كمان تتوكل على الله وتذكر الله وتصلي على حضرة النبي. اتفضلي. بإذن الله. بالظبط، هو أنا عايزة أقول لها تجربتي. أنا برضو زيها بالظبط، إجهاض مرتين في الأول ومرتين في الآخر، و7 سنين نفس التجربة بتاعتها بالظبط. لو هي بتدور في أمراض النساء والتوليد مش هتلاقي حاجة، فهي تدور في أمراض المناعة الذاتية. أنا من الناس اللي حظها يعني كويس إن زوجي التخصص ده، فاكتشفني، واكتشفني في إن جنين حللناه وطلع إن فيه المرض ده، ما كانش برضه تحاليل تكذب. والحاجة التانية إن أنا برضه اتقال لي نفس الكلام ده، إن ده كبسة ومشهرة وحسد وسحر وكل الحوارات دي. ويعني الناس اللي يعني في قصة الرقاد اللي ما انت بياخدش دلوقتي فلوس ام نور، أحسن من اللي انت بياخد. دلوقتي ام نور مش كده؟ يعني ربنا اكرم اهو معايا دلوقتي نور النبي بنتي. ما شاء الله عليه يعني الصلاة بعد بقى والسلام. القصه دي انا قلت طب انا لو انا عندي حاجه هروح لناس تركبني الهم والوهم. صح، احسنتي، فتح الله عليك يا ام نور. يعني ام نور، واحنا صحيح كمان ام النور كمان ستنا السيدة مريم، واحنا كمان بنهني اخواننا المسيحيين بعيد ميلاد المجيد، بنعني كل الوطن وكل كل ابناء الوطن بهذا بعيد الميلاد. فمنور انا شاكر على تجربتك، وممتن جدا جدا ان انت حريصه ان انت تاكدي المعاني اللي بتوصل الانسان للنور، وما تخلوش يعيش في الظلمه، لان الخرافه في الحقيقه الخرافه دي تخنق، الخرافه دي تضيع الاعمار. يعني انا اظن قلت لها وبقول دايما اللي بيمشي ورا طريق في ناس تخصصها ان هي تجنن الحياه، بيسترزقوا على فكره. واحد ممكن واحد يجي يقول لي ده ما ياخدش فلوس، هو بيسترزق حاجات تانية، بيسترزق سمعه، بيسترزق وجاهه، بيسترزق وجود، بيسترزق سيطره، بيسترزق حاجات كتير جدا. ولو ما كانش بيسترزق احنا مش مسؤولين نعرف هو بيسترزق ايه، لكن احنا مسؤولين ان عقلنا ما يكونش عقل الخرافه. خرافة يعني ايه؟ محدش قال خالص ان يجي واحد يقول لي هو الجن مش مذكور في القرآن والسحر مش مذكور في القرآن. أي صح، بس الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتداوى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن تتداوى، قال تداوى وعباد الله. لو كان كده ما كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من التداوي وخلانا نقتصر بس على ايه؟ على علاج السحر والجن والحسد. احنا ناس نتقوى بذكر الله، فنأخذ بالأسباب، ونحن نعلم أن الأسباب لا توصلنا إلى النتائج، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل أمر. عارفين كده، بس كمان من قبيل الاتزان إن احنا بنأخذ بالأسباب، ومن قبيل الاتزان بنذكر الله لأن الله هو الذي بيده كل شيء. هذا هو الاتزان، هذا هو الاتزان. غير كده إن احنا نرمي المسألة على بعد، احنا ما لم نؤمر بأن ولم نكلف. هل هناك تكليف إن احنا إذا مرضنا أن نذهب لهؤلاء الناس؟ لا، ليس هناك أي تكليف، وليس هناك أي تكليف للشخص إذا مرض أنه يذهب ويبص في الحسد ويبص في السحر. التكليف اللي عندنا أن احنا نتداوى، التكليف اللي عندنا أن احنا نذكر الله، التكليف اللي عندنا أن احنا نرجو الله سبحانه وتعالى ونتأمل، ويكون عندنا تفاؤل وعندنا بشر وعندنا أمل في الله سبحانه وتعالى. فشكرا يا منور على هذا الإيضاح.